كرمال خاطرك رجعت على البيت، والا ما برجع والله. ايه شكرا لك، بس عن جد ما انا مستاهله. عملت مثل ما بدك ورح تعملي كل اللي قلته. الشبكه خلص مو وعدتك؟ وعدتيني بس اصحك ترتخي قدامه. وعد فهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي الباب. ها شفت كيف؟ شو بدك لسه؟ هاي في عندك دليل واثباتات، معناتها الامور كلها بخير. العمى قديش واطي هالإنسان، ما؟ عرفان حاله واحتمال يموت، لهيك عمل خطة وسخة مثله. تافه. قولي نفس شوفي. طاهر بتقله لمصطفى آسية رجعت على البيت. رح خبره. طيب انت شو عملت؟ ولا شي، هلا بالشغل شوي وراجع. تمام. طاهر كمان قله لمصطفى ما خلصنا، لسه مصرة على الحرد، يحاول يهدي معه. ما يهمك، أنا هلا أفهمه. ماشي. ايه شو قالت لك؟ نفس. بعرف انه نفس، قلي شو قالت لك؟ رجعت على البيت وآسية رجعت معها. يا عيني، شايف شلون؟ قلتلكن نفس بترجعها لآسية، والله انك محظوظ بمرتك. بس لا تنبسط كتير لانه لساتها حرداني وما خلص الموضوع. ايه شو بدي ساوي؟ هي تكون موجودة بالبيت هلا ورح اضطر اتحمل. قلك شغلة؟ ليك شايف حالة أخوك، أنت لساتك بأول الطريق طاهر، لازم تنتبه، دير بالك على حالك. أوه ما شاء الله آسية خانم، برافو، شو هالعملة اللي عملتيها؟ ابنك لساته قد الكف، معقول هيك تاخديه وتروحي؟ أهلا وسهلا حماتي، شو هالاستقبال؟ أنت شو قصتك؟ ليكي وكمان حماتي ما بتعرف بالموضوع؟ لا مو هيك عرفانة، مرت عمي طولي بالك مشاني. ايه طيب ماشي، خلاص سكتت، اعتبريني ما حكيت. مرت عمك؟ يا عيني بلاقيكي تغيرتي، كأنه حركاتك وتصرفاتك انقلبوا 360 درجة، عفوا 180 درجة، صرت أعرف الفرق بيناتهم، ما تفكريني جاهلة. آسية بوس إيدك، لا تكبري القصة، هدي شوي. طيب احردي بس ما تزوديها كمان، صار لي ساعة ساكتة وما بدي أقولها. معقولة تعملي كل هالمشكلة لأنه غير رمز الموبايل؟ ايه كل الحكي الحلو اللي قلتيه كرمال تخليني ارجع على البيت، شو صار لك؟ خلص انا معك آسية وبوعدك، شو وين راح كل هالحكي؟ كلياته تغير هلا، وبينتي مع مين انتي، مرت عمي مرت عمي، عرفتك مع مين هلا، صرتي مع ثانية خانم ضدي. زعلتي مني كمان معقولة؟ انا كثير بعتذر منك، بعتذر منك نفس، خلص كل الحق علي، انا الغلطانة انا. آسية اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.